السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم وصفه سهله وسريعه وبطبيعه الحال لذيذه. فالوصفه ديال اليوم هي عباره عن كيك بشوكولا، فهو كيجي خفيف وكيجي زوين بزاف بلا طحين كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره، فهو كيجي معلك. فلا عجبكم الكيك ديالي اجيو معايا تشوفوا المقادير. فبالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، 170 غرام ديال البسكوي، يمكنكم تستعملوا اي بسكوي عندكم في الدار، كاس ديال العنبه ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، وجوج خميرات ديال الحلوى. فبالنسبه للطريقه فغادي نوضعوا البيض في الطرب الكهربائي، غادي نضيفوا معاه سكر سنيده، غادي نطربوا واحد شويه حتى ينسجم لينا البيض مع سنيده، فبعد ما نسجم لينا البيض وسنيده فكنضيفوا نص كاس ديال الزيت، ثم كنضيفوا كاس ديال الحليب، من بعد فاش كينسجم لينا الكل فهنا كنضيفوا مباشره البسكوي ديالنا صحيح، فبلا ما كنحتاجوا نطحنوه فهو كيتطحن لينا مع الخليط. فبعد ما تيتطحن لينا ديك البسكوي فكيصبح لينا الخليط بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. فهنا كنضيفوا 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، فبعد ما طحنا الكاكاو فكنخويو الكل في واحد الاناء، وهنا كنضيفوا جوج خميرات ديال الحلوى وكنبقاو نخلطوا من التحت للفوق حتى كيتنسجم لينا ديك الخميره مع الخليط ديال الكيك. فالخليط كيجي سائل بهذا الشكل هذا. فهنا كنخديت واحد المول ديال 25 سنتيمتر، دهنته بالزبده ورشيته بالكاكاو، غادي نخوي الخليط ديالي وغادي ندخلو للفرن مسخن لدرجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. فهنا غادي نحتاجو واحد السيرو باش نسقيو الكيك ديالنا، غادي نحتاجو فيه كاس العنبه ديال الماء، نص كاس ديال سنيده، ومعلقه صغيره ديال القهوه. غادي نديروا الكل فوق النار لمده 10 ديال الدقائق. فبعد ما طاب الكيك ديالنا فهو كيجي على هذا الشكل هذا، فهنا كنحتاجوا اننا نغطيوه حتى كيبرد عاد كنحيدوه من المول. فبعد ما برد لنا الكيك ديالنا فكنقلبوه بهذا الشكل هذا، ومباشره كنعاودوا نقلبوه فوق طبق التقديم اللي غادي نقدموا فيه الكيك ديالنا. فهنا كنحاولوا نسقيوها بديك السيرو اللي فايت لينا صوبنا. فبعد ما كنكملوا السيرو كله كنسقيو الكيك فهو كيجينا بهذا الشكل هذا، كيجي فازق وزوين. فبالنسبه للتزيين فانا اختاريت هنايا دانيت شوكولا وحبيبات ديال الشوكولا اللي كيتباعوا جاهزين عند المحلات الخاصه ببيع الحلويات. فبالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، فكل واحد كيفاش كيبغي يزين الطريقه اللي كيبغي يزين بها الكيك ديالو. فانا اختاريت ابسط تزيين، فدرت ديك دانيت شوكولا على وجه الكيك ديالي ورشيت بديك حبيبات ديال الشوكولا من الفوق. كيف يمكن لكم تحكوا الشكلاط او ديروا ديك الفيرميسيل ديال الشوكولا ولا ديروا لي بيبي ديال الشوكولا، داكشي كيبقى اختياري. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بعد ما كمل. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. فالى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تضغطوا لايك، تبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وباش توصلوا بكل جديد اشتركوا معايا في القناه وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس. الى اللقاء والى وصفه قادمه ان شاء الله.